شيخنا اليوم في مدينة باترسون اللي هي مدينة يقطنها العديد من شعبنا الفلسطيني وجاليتنا الفلسطينية في أمريكا، يرفعوا العلم الفلسطيني على مبنى بلدية باترسون، وانت احد المتحدثين الرسميين شيخ قطناني، وانت عميد الجالية باعتبار، بدك تحكي لشعبنا في فلسطين كلمتين؟ نعم. اول شيء السلام عليكم ورحمة الله جميعا، اهلنا في فلسطين الحبيبة، كل فلسطين. هذا اليوم يوم تاريخي، وهو له عدة سنوات نحتفل برفع العلم الفلسطيني على بلدية باترسون. الحمد لله رب العالمين، هذا اليوم يوم عزة، يوم كرامة، يوم تسجيل أننا لن نتنازل عن أرضنا وعن حقوقنا، وأن هذه القضية قضية شرف. كل الناس الشرفاء يؤمنون بحقوق الشعب الفلسطيني، كل الناس الشرفاء يؤمنون بعدالة هذه القضية. هذه القضية الحمد لله يحملها الفلسطيني حيثما كان وحيثما ذهب، ليس الفلسطيني فقط، بل كل شريف وكل إنسان. ونحن الآن نريد أن نرسل رسالة إلى الشعب الأمريكي، هذا الشعب الذي كما قلنا if we know and if they know، إذا عرفوا هذه القضية وعرفوا وتعلموا عنها سيكونون من المناصرين لحقوق الشعب الفلسطيني. رسالة إلى أمتنا العربية أن لا تتنازل عن هذه الحقوق، وأن لا يقبلوا بقضية الضم، ضم الأغوار وضم أي جزء من أرض فلسطين. لا يجوز أن نتنازل، وإذا تنازلنا قليلا سنتنازل عن الكثير. هذه أرض وحقوقنا كلها، حق العودة حق مشروع وحق قانوني، ولا يجوز أن نتنازل عنه. وأطالب كل الفلسطينيين في العالم أن يعلنوا مطالبتهم بحقوقهم وحق العودة وحق اللاجئين وما إلى ذلك. اليوم نعلنها لأننا إن شاء الله على العهد، وأننا إن شاء الله لن ننسى قضيتنا، وحيثما ذهبنا ستبقى في قلوبنا وستبقى معنا. وتحية لأهلنا في فلسطين، تحية للأسرى، تحية للمناضلين والشهداء الذين قتلوا بدم بارد، الذين قتلوا من غير أن يفعلوا شيئا. تحية لشعبنا، وإن شاء الله اللقاء قريب، والقدس إن شاء الله لقاؤنا في القدس قريبا إن شاء الله. تحية لكم جميعا. شكرا دكتورنا، دكتور محمد قطناني، يعني هو عميد الجالية الفلسطينية في باترسون، أو أحد أعمدة الجالية الفلسطينية. In essence, I'm gonna translate what he did in a few minutes. But thank you very much. Inshallah, and this will be broadcasted in English. Inshallah. تحية للجميع. سلام. سلام. معنا زعيم الجالية الفلسطينية في نيويورك. الدكتور جميل السمنة، رئيس السابق للجمعية الهولي لاند فاند، وأحد مؤسسي المركز الفلسطيني في باترسون، وهو وراء هذا الحدث العظيم في مدينة باترسون، رفع العلم الفلسطيني أمام مركز بلدية باترسون. أولا تحية لفلسطين، وعلاء لذكراها في كل العالم، ورفضا للضم والتهويد اللي بيكون في اسرائيل. دكتور جميل، بدك تحكي كلمه لشعبنا في فلسطين وغزه. تاكدوا انه احنا معكم وفيش يائس، وراح نقاوم بكل الطرق الممكنه، يعني الطرق السلميه، وكل مشاريع نتنياهو راح تكون مشاريع فاشله. هو Thank you so much for joining us today. Thank you. Yeah, but... on the
policy.